أما هلأ نرمين خلينا نروح لمحطتنا القانونية، وأسبوعا بنسلط الضوء على قانون في القانون السوري لنعطي تفاصيل ومعلومات لكل الناس اللي عم تتابعنا. محطتنا القانونية لليوم رح نحكي عنها مع المحامية رينا القصيص لنضوي عن موضوع مهم جدا، التفريق للعلة الشقاق. يمكن كثير نسمع عن هي الجملة، شو هي بالقانون تفصيلها أكثر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا بس نتعرف أكثر بالبداية عن التفريق لعلة الشقاق، شو نقصد فيها؟ هلا أول شيء بس بدي نوه إنه التفريق لعلة الشقاق هو حالة من حالات الطلاق، وغير إنه هو حالة من حالات الطلاق إنه التفريق هو بيتم بإرادة منفردة، تمام، وممكن انه يتم التفريق لعله الشقاق من قبل الزوجه ومن قبل الزوج. يعني دائما بيفكروا انه التفريق لعله الشقاق بس محصوره على الزوجات. هلا اما بالنسبه للتفريق لعله الشقاق هو الحكم اللي بيصدر من قبل القاضي، وهو يعني هو هذا الحكم بيكون عباره عن الطلاق البائن، لذلك سميت بالتفريق لعله الشقاق. فينا نقول يعني سمي بالتفريق لعلة الشقاق لأنه طرف واحد، فينا نقول لأنه بيقوم بإرادة طرف منفردة، بإرادة منفردة مو إرادة متفق عليها من خلال لا هلا إذا هلا هو بالأصل الطلاق بيتكون من ثلاث أشكال. التفريق لعلة الشقاق يعني هي إرادة منفردة، مثل أنه الزوجة بترغب بالطلاق والزوج ما عم يعطيها هذا الحق، طبعا. هذا هي التفريق لعلة الشقاق. ممكن أنه تكون المخالعة، هي اتفاق بين الطرفين، فمشان هيك سميت بالمخالعة لأنه اتفاق بين الطرفين. والشكل الثالث اللي هو تثبيت الطلاق، وقت بيرمي الرجل الطلاق على زوجته. استاذ رنا خلينا نحكي شو الأسباب يلي بيلجأوا فيها لموضوع التفريق لعلة الشقاق. هلا في أسباب كتير انه ممكن انه يتم اللجوء للتفريق لعلة الشقاق. يعني ممكن لك الإساءة بين احد الزوجين، يعني هي الإساءة ممكن انه تؤدي الى استحالة استمرار دوام العشرة أو الحياة الزوجية. ممكن لك الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية، يعني كمان يعتبر سبب للجوء للتفريق. ممكن لك كمان الخلافات الزوجية تفاقمها وازديادها، بحيث أنه ما ممكن أنه يتم المصالحة بين الزوجين، فهي الزيادة بتأدي أنه خلص الزوجة ترغب بالتفريق لعلة الشقاق. وممكن أني لك تكون ممكن تكون معنوية، مش معنات معنوية، سوء حسن خلق الزوج، وممكن انه تكون جسديه، وممكن انه تكون حسيه، بمعنى انه ممكن انه يكون في مرض بين احد هدول الزوجين عم تاثر على حياه الزوجيه. فهذا كله يعني كثير اشياء ممكن اني اقول لك الجنون، ممكن اقول لك عدم الانفاق الزوج على الزوجه، هي كلها من الحالات. كلياتها هي اسباب استاذ رنا. دائما لما نسمع بمحاكمنا نحن طلاق دائما بنقول راحت سنوات، يعني كيف فيني انا اثبت هي الاسباب تصير اسباب مثبته امام المحكمه لتقدر تاخذ اي طرف، ما عم نحكي نحن ان كان طرف مراه او رجل، اي طرف ليقدر ياخذ حكم الطلاق. اثبات هي الاسباب كيف بيتم؟ يعني نحن بالمحيط بالمطلق بنعرف كثير من الناس سيدات سنوات قدرت لتاخذ حكم الطلاق، في بعض الثغرات فينا نقول بالقانون بيتم استغلالها من الطرف الاخر ولا لا، والاسباب كيف بيتم اثباتها؟ هلا انا بقول لك، هلا مثل مثلا ممكن انه انت قلي لي هلا بتيجي الزوجه عندها رغبه بالطلاق بالانفصال، تمام، عندها رغبه بالطلاق بس انه مع الاحتفاظ بحقوقه، يعني انه بيكون في سبب من الاسباب اللي تم ذكرها بالتفريق لعلة الشقاق، فهي طلبت منا الطلاق لانه هي خايفه على حقوقها، فهذا الزوج رفض الطلاق، رفض انه يعطيها هذا الحق، فهي التجأت لتفريق لعلة الشقاق. هلا بالنسبه للاجراءات، يعني بما ان اراده منفرده شوي انه في اجراءات معينه بتمشي بالتفريق لعله الشقاق، يعني مثل انه بيحاولوا انه المصالحه بين الطرفين، بيحاولوا انه يفتحوا مجال بين الطرفين عسى انه تنحل المشاكل بين الطرفين، يعني كل هي الاجراءات. اما بالنسبه للسرعه او بالنسبه للاثبات، يعني انت حضرتك قلتي لي كيف انه بيتم الاثبات، هلا الاشياء اللي انا ذكرت لك اياها او الاسباب اللي ذكرت لك اياها يعني ما ضروري انه يتم اثباتها بشكل، يعني ما ضروري انه يتم اثبات الضرر، يعني هي فقط انه رغبه الزوجه بالطلاق لاي سبب ما، او ممكن ما يكون هناك سبب، يعني بس انه خلص ما عاد بدها هي الحياه الزوجيه، فممكن انه تلجا للتفريق لعله الشقاق. ويعني مشكله التفريق لعله الشقاق له اجراءات شوي مو مثل المخالعه،
خلينا نحكي لانه نحكي عن هي الاجراءات لانه هي فعليا طويله المدى، ما حدا بينزل على المحكمه ثاني نهار بيتطلق، مستحيل. لا اكيد. هلا انا اذا بدي احكي لك عن الاجراءات يعني ممكن اني احكي لك عن الزوجه كيف بتبلش من التفريق لعله شقه. يعني طبعا وقت بترفع يعني الزوجه وقت بترفع الدعوه امام المحكمه بيتم التبليغ الطرف الاخر سواء كان زوج او زوجه، نحن ذكرنا انه ممكن تكون زوج ممكن انه زوجه، بيتم تبليغ الطرف الاخر بعد انه يتم اكتمال الخصومه. هون القاضي بينظر لهي الدعوه، بعد ما بينظر القاضي لهي الدعوه بيشوفها انه خلص اكتملت الخصومه. وهون طبعا المحكمه بتكون عم تحاول انه تصلح بين الطرفين، فاذا عجزت المحكمه عن الاصلاح بين الطرفين هون القاضي بيعطي باثناء الجلسه فتره مدتها شهر يعني املا انه يصالح هدول الطرفين. اما بعد يعني ما بيعطي هذا الشهر، اذا مر الشهر والزوجة ما تصالحت يعني أو ما صار في إصلاح، هون بعين القاضي محكمين لمحاولة الإصلاح بين الطرفين. يعني شايفة هي الإجراءات اللي أنا عم قلك عليها، يعني أنه التفريق لعلة الشقاق المشكلة، أنه عندك أنت تبليغ، عندك اختار الطرف الآخر، عندك شهر مصالحة، أنه هي المدة هن بيفكروها أنه هي إجراءات طويلة. هي مو إجراءات طويلة، هي محاولة من القضاء للإصلاح بين الطرفين. طيب كونه ذكرتي حضرتك محكمين ممكن اللجوء إلهم، مين هن ممكن يكونوا؟ شو المواصفات يلي لازم تتوفر فيهم؟ تمام. هلا المحكمين أول شيء ممكن إنه يكونوا من الأقارب، يعني بالأصل إنه يكون محكم من قبل الزوج ومحكم من قبل الزوجة، يعني هدول المحكمين بيحاولوا إنه يصلحوا بين الطرفين. إذا ما كان موجود من الأقارب بتعين المحكمة محكمين يسموا من الأباعد، يعني بيتم تعيينهم طبعا من المحكمة وبقرار من القاضي. هدول المحكمين دورهم اللي ما قدرت عليه بالمرحلة الأولى تبع شهر المصالحة، دورهم الاستماع لهدول الزوجين، بيستمعوا لهدول الزوجين بيحاولوا أنه يصلحوا بيناتهم. فإن ما قدروا أنه يصلحوا بين الطرفين هون المحكمين هن عبارة عن اثنين بيكتبوا تقرير التحكيم تبعهم والإساءة، يعني الإساءة كانت كيف. هون بس بدي نوه أنه الإساءة دائما مرتبطة بالمهر. شو معنى هذا الحكي؟ يعني الزوجة رفعت دعوة وعم تطلب التفريق لعلة الشقاق وقالت أنه زوجي عم يسيء لإلي، فهون المحكم بينظر أنه فعلا أنه الزوج عم يسيء للزوجة. إذا وجد أنه الزوج ما عم يسيء لإلها فهون ممكن أنه تخسر المهر تبعه. إذا طلبت فيه الطلاق، يعني إذا طلبت فيه الزوجة ما شر على حسب أنه المحكمين إيه، بس إذا نحن عم نحكي الزوجة طلبت الطلاق بأحد الأسباب اللي طرحتيها أنت، ممكن أنه إيه تخسر المهر إذا ما تم إثباتها. لا هون هي وظيفة المحكمين مو هي عم تقول في إساءة، مو هي عم تقول في مرات كذا. إذا فعلا المحكمين وجدوا هذا الشيء ولمسوا هذا الشيء الحقوق تبعها بتبقى مثل ما هي. تمام. أما إذا وجدوا لا إنه إساءة من الزوجة وفعلا إنه الزوج ما عطت أي شيء إنه يدل إنه فعلا إنه الزوج أساء لإلها أو فعلا إنه بتتوفر في صفات مثل سوء الخلق أو كذا، فهون لا المحكمين بخسروا المهر أو ممكن إنه يكون النصف إذا وجدوا الإساءة بين الطرفين، يعني إنه الزوج عم يسيء والزوجة عم تسيء، ففي هاي الحالة مهرها بيتحول للنص. بس قلة ما نسمع بحالات الطلاق سلسة هيك، دائما في مشاكل، دائما بتروح طويلة، دائما باللعب التفاصيل، دائما الإثبات حتى بالمسلسلات وبالمجتمع وبالمحيط. لما نحكي العامل المتضرر الأكثر فينا نقول الأطفال، بحالة يعني حصل الطلاق وتم طلب الطلاق كيف يتم التعامل بحضانة الأطفال؟ هلأ أنا ذكرت لك يعني هو بالنهاية لعلة الشقاق يعني مجرد أنه ما نقول طلاق يعني هي عم تسبب حالة نفسية معينة للطفل، يعني ممكن هذا هي الأفكار وهي الأشياء تأثر عليه بالمستقبل. بس يعني أنه الشيء اللي ممكن أني أقول لك يا الشيء الإيجابي اللي ممكن أنه مثلا الطفل أنه يلمسه انه يخرج من الحاله اللي كان عم يعيشها، يتخلص من هاي الخلافات اليوميه اللي كانت عم تصير. وهون ممكن اني اقول لك انه كمان الاب والام انه يعني وقت بصير طلاق بيبذلوا جهد اكبر انه يحاولوا انه يسعدوا الاولاد او انه يحاولوا انه هي المشاكل اللي صارت ينسوها، يعني ينسوها. ويعني ممكن اني اقول لك كمان هذا كله بيرجع لادراك
ومدى يعني فكر الأب والأم لهي الحالة. تمام. طب خليني أسألك عن موضوع الطلاق بشكل عام بالنسبة للسيدة. ممكن نشوف سيدات جوزة أو يعني فينا نقول ما يعني ما في سبب مباشر للطلاق، هي بس إنه ما عاد حست حالها مرتاحة، أو إنه مثلا ما عاد في حب، أو ما بدها تكفي حياتها مع هذا الشخص، والشخص الثاني ما عم يسيء بشكل مباشر. اليوم القانون السوري بيقدر يمنح السيدة إنه الحق تتطلق بسلاسة مثل ما الرجل بيقدر بسلاسة إنه هو يطلق إيمتى ما بده؟ هلا ليكي لقول لك، انا قلت لك انه نحن عندنا ثلاث حالات. يعني وقت الزوجه بتقول، يعني انا ممكن اني اقول لك ممكن انه مثلا كثير مثلا زوجات هون تزوجوا وهن موجودين بالبلد، وزوجها موجود مثلا برات البلد لسه ما التقت فيه او ما صار خلوه، فممكن انه اذا ما صار لم الشمل ممكن انه تقول انه انا بدي اتطلق، لانه انا السبب انه الحق زوجي، فهون ممكن ما قدرت تسافر عنه، وهذا يعتبر سبب من الاسباب اللي ممكن انها تلجا لها. لا انا عم بحكي بالحاله الطبيعيه، انه مثل كيف الزوج انه انا بدي اطلق خلص فجاه هيك ما عاد بده اياها وطلقها، هي بتقدر بهي الاريحيه، وخصوصا اذا الزوج ما بده يطلق. ممكن انا بقول لك اذا هلا اذا بده يعذبها حتلتجئ اكيد للتفريق لعله الشقاق اللي هي الاراده المنفرده، لانه هو ما اعطاها هي الطلاق. تمام. اذا بس نحن عم نحكي على الاراده المنفرده، قديش فعليا فيني الاراده المنفرده تطبيق. انه هي يعني ترغب وهو لا يرغب، في عنصريه هون بس هون تطبيق. في عندك كمان نقطه ممكن الا انا هلا جاهز اني انا طلقك، بنعمل مخالعه مثلا تتنازلي لي عن المعجل والمؤجل. هي بدها تتنازل، يعني هي بدها تتنازل بس بدها تطلق، هو ما بده يطلق. انا عم نحكي عن الاريحيه بالطلاق، كيف مثلا الزوج بيقدر الزوجه ما عندها غير التفريق لعله الشقاق اللي بيتم باراده منفرده. الحالة الوحيدة اللي ممكن انه الزوج يعطيها اياها انه يقول لها خلص روحي انت طالق، بس اكيد ما حيقول لها روحي انت طالق، يعني نادرا جدا لا يعطيها حقوقها ويقول لها ما عندنا مشكلة مثل ما دخلنا بالمعروف. هاي هي اللي نحن عم نركز عليها، نادرا جدا. هو اساسا ابغض الحلال عند الله هو الطلاق، وما بنتمنى يصير طلاق، بس نحن بنحكي بصوت الناس ووجع الناس، لانه ما بنشوف حالات طلاق سلسة مثل ما عم تحكي او عم يتم تطبيقها. يعني عم نشوف بتروح يا بينضغط على المرأة مشان حضانة الاولاد، يا التنازل عن كل حقوقها لتقدر تاخذ هذا الحكم. بدنا نتشكرك اكيد المحامية والاستاذة لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك. شكرا.